بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج الانسس. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا على موضوع الالاستيك كونستانت، وهنبدا نحلها على الشابتر خاص رقم 6 خاص بموضوع 3 دي اليمنت. في المثال عندنا من التمارين اللي احنا بنبدا ناخدها في ماده تحليل الاجهاد، ونقدر نحل الكلام ده باستخدام المعادلات الرياضيه. المثال اللي عندنا الشكل اللي عندنا اللي هو عباره عن توازن مستطيلات، وليه ابعاد عباره عن 500 في ال 100 في السكنس عباره عن 50. مصنوع من الستيل، المدرس فلاسيستي بتاعته كانت قيمتها ب 200 جيجا باسكال، ومعرض لمجموعه من الاحمال سواء بقى في اتجاه الاكس او اتجاه الواي او اتجاه الزد. قال لك ان اللود الاولاني كان عباره عن 100، واللود الثاني كان عباره عن 300، واللود الثالث كان عباره عن 200 كيلو نيوتن. بيبدا نطلب في المسائل دي، بنبدا نطلب قيمه الاستريس، ونطلب قيمه الاسترين او الفوليوم سترين، ونقدر نقول له بقى احسب بقى قيمه الاستريس بالنسبه لاكس، والاستريس بالنسبه لواي، والاستريس بالنسبه لزد، ونفس الكلام الابسلون اكس والابسلون واي والابسلون زد. الكلام ده تقدر تحلها باستخدام المعادله اللي احنا عارفينها، ان الاستريس تساوي فورس على الاريا او القوه على المساحه، وبتجيب القوه بتاعه الجسم اللي عندك، وبتجيب المساحه اللي بتكون عمودي على مساحه المقطع. يبقى بالتالي انت عندك السيجما اكس بالنسبه لك عباره عن قوه على مساحه، القوه اللي عندك عباره عن 100 كيلو نيوتن على المساحه اللي هي عباره عن كام؟ ال 100 في ال 50. فبالتالي بتطلع سيجما اكس عباره عن 20 ميجا باسكال تنشن. نفس الكلام بالنسبه لسيجما واي، لو اعتبرنا ان سيجما واي هي عباره عن ال 200، يبقى انت عندك 200 كيلو نيوتن على المساحه بتاعتك اللي هي عباره عن 500 في ال 50، فبالتالي تطلع لك ب 8 ميجا باسكال او نيوتن على مليمتر تربيع. وقيمتها بالتنشن. اخر حاجه بالنسبه لنا في الاتجاه الثالث، قال لك عندك هنا قوه كومبريشن قيمتها ب 300، ولو قسمتها على المساحه بتكون عباره عن 100 في ال 200 500 في ال 100، فبالتالي يطلع لك ان سيجما زد تطلع لك ب 6 كيلو نيوتن، 6 نيوتن على ملي متر تربيع او 6 ميجا باسكال، وبتكون قيمتها بالكومبريشن. بالتالي اروح بقى للمعادلات الخاصه بالابسلون اكس والابسلون واي والابسلون زد، كل واحده لها معادله اقدر اعوض بقى في القيم اللي عندي بدلاله مين؟ بدلاله المودرس فلاسيستي والبواسون ريشيو، لو احنا خدناها على افتراض اللي هي قيمتها ب 3 من 10، اقدر اعوض بقى سيجما اكس الابسلون اكس وابسلون واي وابسلون زد، يبقى انا جبت له الفوليوم استرينج. عاوز اجيب بقى التغير للحجم، اقدر اضرب بقى الحجم اللي انا عندي اللي هو عباره عن 500 في 100 في 50 واضربها في الفوليوم سترين، يبقى انا جبت له التغير بالنسبه للحجم. ده الكلام بالنسبه لسترينث اوف ماتيريال او ماده ستريس اناليسيس. احنا هنا الغرض بالنسبه لنا هو البرنامج، يعني هو الغرض هنا البرنامج الانسس، وعاوز نروح لبرنامج الانسس ونجيب المثال البسيط ده ونقدر نحله على برنامج زي برامج السيموليشن. واحنا كنا عملنا الكلام ده على برنامج السوليد وورك، تقدر بقى لو انت عاوز شغال في برنامج السوليد وورك في المديول خاص بالسيموليشن، وعاوز تروح برضو تشوف الكلام ده يتعامل ازاي على الانسس. عاوزين نروح نعمل نطبق الموديل بتاعنا ده، نطبق المثال ده، وبعدين نرجع نقارن ما بين الحل بتاعنا. اول حاجه بالنسبه لي هختار المديول الخاص بالاستاتيك، انا في الحاله دي انا شغال على المديول الخاص بالاستاتيك. الخطوه الاولانيه بعرف الماتيريال، فانا شغال على الستيل والماتيريال بتاعتي كانت عباره عن 200 جيجا باسكال. الخطوه الثانيه بروح ارسم على برنامج الديزاين موديلر واقول له انا عايز ارسم شكل الموديل اللي عندي. شكل الموديل اللي عندي شكل بسيط، لو انا رسمت شكل مستطيل واديت له طول يبقى انا رسمت متوازي المستطيلات اللي عندي. اول حاجه بالنسبه لي بحب على طول نعرف الوحدات سواء بقى بالمتر او بالمليمتر او على حسب ما انت الرسمه اللي قدامك. اقول له هرسم على الاكس واي واعمل سكتش وبعدين اعمل نورمال 2، وهبدا ارسم شكل مستطيل وهديله بقى الدايمنشن بتاعتك، المسافه دي لها بعد والمسافه دي لها بعد. تعالى بقى نشوف بقى القيم بتاعتنا، هنا المسافه 500 في ال 50، يبقى دي عباره عن 500 والارتفاع ده عباره عن ال 50.
واعمل جنريت، وبعدين اعمل امر اكسترود واقول له ان الطول ده كله عباره عن كام؟ ب 100، واعمل جنريت. انا كده رسمت شكل الموديل اللي عندي والموديل في الصوره اللي قدام. يبقى انت كده خلصت المهمه بتاعتك الاولانيه في برنامج الديزاين موديل. تعال نقفل بقى الكلام ده ونروح بقى لمين؟ للميكانيكال ورك بنش. تعالى بقى نروح نحط بقى الباوندري كونديشن ونبدا نعمل مش ونعرف الماتيريال ونطلع النتائج ونشوف النتائج اللي احنا عايزين نطلع منها ايه، وناخدها ونقارن بنتائج الثيوريتيكال بالنسبه لنا. اول خطوه بالنسبه لنا بنتاكد بس ان الموديل بتاعنا لو عندي ماده تانية غير الستيل اقدر اعرفها. لو انا ضغطت على السهم ده يظهر، يبدا يظهر لك الماتيريال اللي انت كنت معرفها في الخطوه الاولانيه. مفيش، خلاص بعمل بقى خطوه المش. بنعمل كرييت لعمليه المش او بنعمل جنريت للمش، فهو بيقترح عليا مش من وجهه نظر البرنامج، فانت تقدر تعدل الكلام ده ونختار نوع المش اللي انت عاوزه او النوع الميثود اللي هو شغال بيها، نختار الاليمنت سايز المناسبه بالنسبه لك، والكلام ده بيجي مع الخبره والمقارنه بالنتائج اللي عندك. تعالى بقى نعمل الباودر كونديشن بالنسبه لي. فانا عندي هنا فورس، والفورس دي في الكومبوننت في الاتجاه بتاع الاكس، وكانت قيمتها ب 100 كيلو نيوتن. نفس الكلام اقرر بقى الفورس الثانيه. فانا عندي فورس في الاتجاه الثاني اللي هو اتجاه الزد، وكانت قيمتها بكام؟ كانت قيمتها ب 200 كيلو متر. واخر فرصه عندي في الاتجاه الثالث، بستعمل لي كومبريشن على السطح ده وهقول له في الاتجاه بتاع الواي، وكانت قيمتها بسالب 300 كيلو متر. تعال نبص كده على الباوندري كونديشن. فانت عندك هنا فورس، وعندك فورس ثانيه، وعندك فورس ثالث. تعال بقى نعمل بقى ديسبليسمنت بالنسبه للجزء الثاني. فانا عندي هنا اعمل ديسبليسمنت بالنسبه للسطح ده، وهقول له بالنسبه للاكس نخليه بصفر، وهكرر بقى نفس الكلام ده تاني. واخر جزء خالص بالنسبه لنا هو الجزء الديسبيسمنت من الجزء اللي تحت. وبكده يبقى انا عرفت الباوندر كونديشن بالنسبه للمساله اللي عندنا. تعالى بقى نعمل سولف للحل اللي عندنا، او نبدا نحل المساله اللي عندنا، وبعدين نبدا نطلع النتائج اللي احنا عايزينها. احنا بندور على ايه؟ بندور على النورمال ستريس، سواء بقى سيجما اكس سيجما واي والسيجما زد. فبالتالي برنامج حل عندنا، وهقدر اطلع فوق هنا واقول له النورمال ستريس، واقول له انا عاوز بالنسبه للاكس، تعالى بقى النورمال ستريس بالنسبه للواي، والنورمال ستريس بالنسبه للزد، ونفس الكلام بالنسبه للسترين. انا عاوز النورمال بالنسبه للسترين في اتجاه الاكس، وبالنسبه للواي، وبالنسبه للزد. وهقول له انا عاوز كمان الديفورميشن بالنسبه للاكس، وعاوز الديفورميشن بالنسبه للواي، وعاوز الديفورميشن بالنسبه للزد، وعاوز بقى التوتال ديفورميشن. اقدر اقول له بقى اعمل لي بقى سولف للكلام ده، وتعالى بقى نشوف النتائج ونقدر نقارن بقى الكلام ده. اول حاجه بالنسبه للنورمال ستريس بالنسبه للاكس، لو احنا بصينا كده هتلاقي عندك هنا القيمه طالعه لك ب 20 ميجا باسكال، وهو ده نفس الكلام اللي احنا كان طالعنا من السيجما اكس، طالع لك ب 20 ميجا باسكال، والقيمه بتاعتها ب التنجن. الحاجه اللي بعد كده القيمه بتاع اللي عندك الثانيه في اتجاه الواي، الواي اللي هو في الاتجاه اللي فوق ده،
كانت قيمتها بي سالب 6 ميجا باسكال. تعالى بقى نشوف هنا الفورس اللي عندنا هنا اللي فوق دي اللي بتعمل لي كومبريشن كانت عباره عن كام؟ طلع لي بي 6 ميجا باسكال وقيمتها بي الكومبريشن، وده نفس الكلام اللي البرنامج طلعه معانا. واخر حاجه بالنسبه لي النورمال ستريس بالنسبه لي الاتجاه الثالث او بالنسبه لي زد على البرنامج كانت طالعه لك ب 8 ميجا باسكال، ونفس الكلام طلع لك في البرنامج. تعالى بقى نشوف قيم الاستريم. طلع لك هنا قيمه الاستريم 9 7 من 10 في 10 في 5، ده بالنسبه للاكس. وبالنسبه للواي سالب 7 في سالب 7 و2 في 10 في 5 و1 و9 في 10 في سالب 5. تعالى بقى نشوف بقى الديفورميشن بالنسبه للاكس، والديفورميشن بالنسبه للجزء الثاني الخاص بالواي، والديفورميشن بالنسبه للزد. التوتال ديفورميشن او الاستطاله بتاعتك الكليه طلع لك بزيرو علامه 0.48 ملم. يبقى احنا كده قدرنا نعمل المثال اللي عندنا، المثال اللي كان عندنا بسيط ده بناخده في الشابتر الخاص بالالاستيك كونستانت، وقدرنا نحله على احدى البرامج زي برنامج الانسز، وقدرنا نقارن ما بين البرنامج، وقدرنا نقارن ما بين المعادلات الماثيماتيك. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين أخرى.